اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك عليم. السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. معاكم زميلتكم فاتن ساره وطرقه تانية. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن محاضره مهمه جدا في ماده الباراسيتولوجي في موديول ريسبيراتوري. قبل ما نبدا عايزه اقول لكم معلش الفتره دي بس بتبقى فتره كسل على الكل يعني، فنحاول ان احنا ما نخليهاش تاثر علينا قوي ونطلع منها باقل خسائر، واللي خلانا نستحمل كل فات ده نرجع نفسنا شويه ونستحمل كم يوم الفاضلين دول، وان شاء الله ربنا يعديها على خير يعني علينا كلنا. وحاجة أخيرة عايزة أقولها لكم، إن بجد كل حاجة بتعدي يعني، مفيش حاجة. كم مرة وقفنا قدام حاجة وقلنا إزاي دي هتعدي، وسبحان الله بتعدي وبنطلع منها تمام. طبعا ده بفضل ربنا، فأنتوا استعينوا بالله وإن شاء الله هتعدي زي كل اللي قبلها ما عدت. تمام تمام، يا رب. نبدأ بسم الله عشان ما طولش عليكم، ونشوف المحاضرة بتاعتنا بتتكلم عن إيه. هنتكلم عن موضوعين اتنين بس النهاردة. أول موضوع اسمه لوفلر سيندروم، تاني موضوع اسمه تروبيكال بالمنري إيزينوفيليا. طيب لوفلر سيندروم ده يعني إيه؟ سيندروم ده انتوا سمعتوه قبل كده بس ما فيش مانع يعني نفكركم بيها تاني. سيندروم ده ديزيز له مجموعه من الاعراض، والاعراض دي ملهاش علاقه ببعض. تمام تمام. طب لوفلر اسم العالم اللي اكتشف السيندروم دي فسماها على اسمه، يبقى لوفلر سيندروم ده عالم اكتشف سيندروم، والسيندروم ده عباره عن ديزيز له مجموعه من الاعراض والاعراض دي ملهاش علاقه ببعض فسمى السيندروم دي على اسمه. تاني موضوع اسمه تروبيكال بالمنر ايزينوفيليا، ده هنتكلم عليه لما يجي في وقته. تمام هنتفق مع بعض على النقطتين. اول نقطه ان انا اي جسم غريب، دي اول نقطه، دي انتوا عارفينها موديول اي بي ال، وتاني نقطه انتوا عارفينها من الموديول الرابع في الترم الاول تقريبا. اول نقطه ان انا عندي اي جسم غريب هيدخل جسمي، المفروض ان جهاز المناعي هيعمل ضده اميون رياكشن. تمام تمام، دي كده معلومه حطوها في جيبكم. تاني معلومه ان انا المفروض ان اي لما بقى الجسم الغريب ده دخل جسمي، في نوع من الوايت بلاد سيلز اللي هي اسمها ايزينوفيلز، دي بتزيد اثناء البارازيتيك انفكشن، فلما اجي اشخص بستدل بوجودها على ان انا عندي بارازيتيك انفكشن. تمام، ما دلوقتي قلت هنتفق مع بعض على معلومتين. اول معلومه ان انا اي جسم غريب هيدخل جسمي، المفروض ان جهاز المناعه يعمل ضده اميون رياكشن. تمام، سواء بقى هايبر سنسيتيفيتي او لما يجي وقتها هنقولها، بس احنا بنتفق على نقطه معينه دلوقتي. تاني نقطه ان انا اي بارازيت هيدخل جسمي هيزود لي واحده من خلايا الدم البيضاء اللي هي الايزينوفيلز اللي بتزيد اثناء البارازيتيك انفكشن، فبستدل لما اجي اشخص دي هتفيدني في التشخيص. تمام نخلي النقطتين دول كده على جنب. تمام تمام، هنبدا بقى باول موضوع عندنا اسمه لوفلر سيندروم. قلنا طبعا طيب انا لسه بقول لكم ان انا المفروض اي جسم غريب هيدخل جسمي جهاز المناعه هيعمل ضده اميون رياكشن. طب مين اللي هيدخل جسمي النهارده؟ ما انا عندي اورجانيزمز كتير جدا ممكن تدخل جسمي وتسبب لي ديزيزز. تمام، اول حاجه ايه الاحتمالات اللي ممكن تدخل لي؟ يا اما بكتيريا، يا اما فيروس، يا اما فانجاي، يا اما بارازايت. تمام، فانا النهارده في محاضره باراسيتولوجي كده هيدخل لي بارازايت. تمام، هيدخل لي بارازايت ده. طيب ما انا عندي برضو انواع كتير من البارازايت، عندي انواع كتير من البارازايت، يا اما هل هي هيلمنسز اللي هي ديدان، هل هي بروتوزوا اللي هي كائنات تحت الخليه زي الاميبا مثلا والفلاجيلا، هل هي ارثروبود اللي هي حشرات. تمام، زي مثلا الوينج باج والساند فلاي وكده. لا، اللي هيدخل لي النهارده هيلمنسز اللي هي ديدان. طب ما انا برضو عندي انواع كتير من الديدان، هل هي تريماتود اللي هي ديدان مفلطحة، هل هي نيماتود اللي هي ديدان اسطوانية، هل هي سيستود اللي هي ديدان اللي هي بتكون سيجمنت دي مش فاكرة بالظبط اسمها بالعربي ايه، بس تمام يعني. طيب بالنسبة، طيب انا دلوقتي اتفقت ان انا هيدخل لي بارازايت، البارازايت ده نوع هيلمنسز، هيدخل لي ايه نوع يعني انهي يعني، ما برضو عندي الهيلمنسز اللي هي ديدان دي حالات كتير، نيماتود اللي هي ديدان اسطوانيه. تمام تمام، طيب النيماتود ما انا برضو عندي البارازايت، يا اما طب هيدخل لي في انهي ستيج؟ ما عندي كذا ستيج من البارازايت، يا اما هل هي ايج، هل هي ادلت، هل هي لارفا، اللارفا دي اللي هي اليرق. تمام، اللي ما بين الايج مرحله كده ما بين الايج وما بين الادلت. لا، اللي هيدخل لي النهارده لارفا. يبقى انا دلوقتي قلت ان انا هيدخل لي جسم غريب، الجسم الغريب ده نوعه بارازايت، البارازايت ده واحده يعني، طب هيلمنسز ولا بروتوزوا ولا ارثروبود؟ لا، قلنا هيلمنسز اللي هي ديدان. عندي تريماتود نيماتود سيستود، هتبقى ايه؟ نيماتود. نيماتود اللي هي ديدان اسطوانيه، هيدخل لي في انهي مرحله؟ اللي هي ايج، اللي هي لارفا، اللي هي ادلت؟ لا، هتدخل لي في مرحله اللارفا. تمام، احنا كده جبنا الديفينيشن من غير ما نقول اي حاجه. يبقى ده عباره عن ايه يعني؟ الفلر سيندروم ده عباره عن اميون رياكشن تو لارفا ذا باس روزالانج از ا بارت اوف نيماتود ديفلوبمنتال سايكل ان ذا هيومن. يعني بيدخل لي لارفا
تمام بتاعت نيماتود، فبتسبب لي اميون رياكشن. جميل قوي. طيب ما انا عندي برضو انواع، ما عندي نيماتود كتير. طب مين اللي هيدخلي بقى النهارده؟ هيدخلي اما دود اسمها سكيرز، يا اما هوكون، يا اما سترونج ليد. طيب مسكمينهم في كلمه ايه؟ ثلاثه نيماتود اقوياء بيسالوا يخطفوا اللانج. احنا ناخد كلمتين صغيرين كده عن اللايف سايكل بتاع كل واحده، ومطلوب مننا نغطي منهم، نغطي عليهم ثلاث نقط اللي هو الانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج والمود اوف انفكشن. تمام مجمعينهم في جدول كده لطيف يعني هيعجبكم ان شاء الله. يلا بقى نبدا بسم الله ونشوف اول لايف سايكل عندنا بتقول ايه. اول لايف سايكل بتاعت الاسكارز ان انا عندي شخص، ده شخص فلاح كان ينزل الفيسز بتاعته على نبات. الفيسز دي كانت فيها ايج، الايج دي كانت اماتيور، وبعد كده حصل لها ماتيوريشن بقت ماتيور، بقت بتحتوي على فيرست ستيج لارفا. يعني ايه اللارفا؟ اللي هي اليرقه في المرحله الاوليه بتاعتها. بعد كده بعد شويه بقت بتحتوي على سكند ستيج لارفا. فجي شخص تاني خد النبات اللي مش نضيف ده ومن غير ما يغسله، واللي هو متلوث اصلا بايجز، فخد الايج معاها. تمام فالايج دي نزلت في الانتستين، حصل لها هاتشنج يعني فقست، طلعت لي اللارفا. اللارفا دي هتسيب الانتستين وتروح تعدي على، تمشي في البلاد، تروح على تعدي على كل اورجان في جسمي وتعمل فيه حاجه معينه. طب بما انها في موديول ريسبيراتوري فهتعدي لي على على اللنج، فهتعمل لي ايه؟ شويه اعراض كده نقول عليها. ما دلوقتي مين المرحله اللي انا اللي عادتني اللي هي الانفكتيف ستيج؟ هي الايج اللي بتحتوي على سكند ستيج لارفا. مين المرحله اللي انا لما شفتها في الستور بتاع العيان قلت ان الشخص ده مصاب باسكارز اللي هي دياجنوستيك ستيج، بتساعدني في التشخيص اللي هي الايج. تمام تبقى ايه المود اوف انفكشن؟ المود اوف انفكشن انجيشن اوف ايج اللي بتحتوي على سكند ستيج لارفا. تمام تمام. يبقى دلوقتي انا قلت عندي شخص فلاح، شخص ده نزل فيسز في نزل فيسز على نبات، جه شخص تاني الفيسز دي كانت بتحتوي على ايج، الايج دي كانت اماتيور، بعد كده بقت ماتيور، وبعد ما بقت ماتيور بقت بتحتوي على فيرست ستيج لارفا منها سكند ستيج لارفا. بعد كده جه شخص تاني خدها فحصل لها هاتشنج جوه الانتستين بتاعته وطلعت لي لارفا. اللارفا دي بتعدي على كل اورجان في جسمي تعمل فيه حاجه معينه. بما ان انا في موديول ريسبيرات هتعدي لي على اللنج ونشوف هتعمل فيه ايه دلوقتي. بالنسبه المفروض ان انا اغطي ثلاث نقط، هي الانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج والمود اوف انفكشن. ايه الانفكتيف ستيج؟ اللي هي الايج اللي بتحتوي على سكند ستيج لارفا، اللي هي اللارفا في المرحله الثانيه بتاعتها. طب ايه الدياجنوستيك ستيج؟ الايج. تمام تمام. المود اوف انفكشن انجيشن اوف ايج اللي بتحتوي على سكند ستيج لارفا. تمام. تاني لايف سايكل عندنا اللي هي الهوك وورمز والسترونج ليد، دول شبه بعض في اللايف سايكل بتاعتهم. ان انا عندي شخص صياد نزل الفيسز بتاعته برده على الشط، الفيسز دي كانت بتحتوي على ايج بتاعه الهوك وورمز. الهوك وورم الفيسز دي حصل الايج دي حصل لها هاتشنج وطلعت لي لارفا. اللارفا دي كانت اسمها ايه؟ رابديتيفورم لارفا، بسميها رابديتيفورم لان شكلها بيبقى شبه القمع. تمام وبعد كده بقت رابديتيفورم لارفا دي كبرت وبقت اتحولت لايه؟ فلاري فورم لارفا. الفلاري فورم لارفا دي عملت سكين بنتريشن لجسم شخص تاني ودخلت على البلاد، ومنها بقى ما دام دخلت على البلاد يبقى هتسيب اي جسم، اي اورجان في جسمي بما فيهم اللانج، وهنشوف برضه هتعمل فيها ايه دلوقتي. يبقى انا دلوقتي برضه الثلاث نقط اللي انا المفروض بغطيهم هي الانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج والمود اوف انفكشن. ايه المرحله اللي عادتني؟ هي الفلاري فورم لارفا. ايه المرحله اللي لما بشوفها في الستول بتاع عيان بقول ان الشخص ده عنده هوك وورم؟ يبقى هي الايه؟ الايج. طيب ايه المود اوف انفكشن؟ سكين بنتريشن. مود اوف انفكشن سكين بنتريشن. تمام. يبقى نعيد اللايف سايكل تاني سريعا كده. ان انا عندي اول حاجه شخص مصاب شخص كان صياد ومصاب بالهوك وورمز دي ونزل فيز بتاعته على الشط، فالايج دي حصل لها هاتشنج يعني فقست وطلعت لي الرابديتيفورم لارفا. الرابديتيفورم لارفا دي كبرت وبقت تحولت لفلاري فورم لارفا. الفلاري فورم لارفا دي من خلال سكين بنتريشن دخلت جوه جسم الانسان ومنها وصلت للبلد، ومن البلد وصلت لايه؟ لللنج. تمام تمام. الدياجنوستيك ستيج هي الايج، الانفكتيف ستيج هي الفلاري فورم لارفا، المود اوف انفكشن سكين بنتريشن. تمام. كان صياد برضو كان مصاب بالسترونج ليد، بعد كده نزل، بس هنا الفرق ان هو نزل ما نزلش في الستول، نزل رابدي تيفورم لارفا على طول. ورابدي تيفورم لارفا دي اتحولت لفلاري فورم لارفا مع طريق السكين بنتريشن، دخل جسم انسان تاني. تمام. هي اللايف سايكل بتاعتها معقده شويه، فاحنا مش هندخل في الموضوع ده، يعني ده ايه ما يخصنيش دلوقتي. هو الايه هو اللي يخصني الجزء ده، ان هي الشخص ده كان مصاب، نزل الرابديتي فورم لارفا في الاسطول، ومن الرابديتي فورم لارفا اتحولت لفلاري فورم لارفا. فلاري فورم لارفا اتحولت لايه؟ الفلاري فورم لارفا دخل جسم انسان تاني عن طريق سكين بنتريشن وبس.
طيب يبقى دلوقتي الانفكتيف ستيج ايه المرحله اللي عادتني؟ هي الفيلاري فورم لارفا. المرحله اللي ساعدتني في التشخيص هي الرابيديتي فورم لارفا، ودي موضوع سؤال مهم جدا 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 فركز فيها. تمام. المود اوف انفكشن سكيم نيتريشن برضو احنا هنا مجمعينهم في جدول. اول حاجه بالنسبه للانفكتيف ستيج بتاعت الاسكاريز هي الاجر بتحتوي على سكند ستيج لارفا. طب بالنسبه للفيلاري للهوك ورم قلنا الفيلاري فورم لارفا. طب بالنسبه للستونجلويد قلنا برضو فيلاري فورم لارفا. طيب المود اوف انفكشن بتاع الاسكاريز انجيشن اوف ايج اللي تحتوي على سكند ستيج لارفا دي. طيب الهوك ورمز سكين بنتريشن وبرده السترونجلويد سكين بنتريشن. طيب بالنسبه للدياجنوستيك ستيج بتاعه الاسكاريز والهوك ورم شبه بعض ان هما بيكونوا ايج. طيب السترونجلويد اللي هي الوحيده مهمه جدا مختلفه عنهم اللي هي رابيديتي فورم لارفا. تمام تمام. قبل ما نبدا في الكلينيكال بيكتشر هنراجع سريعا كده على ولا نكمل بس في الكلينيكال بيكتشر ونبقى نراجع عليها كلها على سنتروم كامل. اول حاجه طب الشخص ده هيجي لي العياده بيشتكي لي من ايه؟ هيجي لي بيشتكي لي من ايه؟ ان هو بيكون عنده اريتيشن، يقول لي انا بكح كتير. طب انا هساله طيب يا حاج انت بتكح الكحه بتاعتك دي فيها بلغم فيها سبيوتم ولا ما فيهاش؟ هيقول لي لا ما فيهاش، يبقى انا برودكتيف كف. تمام تمام. طيب هيجي لي يقول لي برده ان انا عندي حاسس بوجع كده في منطقه الاسترنوم. عارفين طبعا منطقه الاسترنوم واخدين ماسكل بقى وايه كبرته دلوقتي، فهو هيحس بوجع تحت منطقه الاسترنوم كده. تمام. وهيحس برده بنهجان اللي هو ديزنيا. هيحس هيقول لي بحس بوجع كده جامد في الصدر اللي هو شست بين. هيقول لي هيقيس له درجه حرارته، الاقيها عاليه. هسمع صدره كده بالسماعه الاقيه بيزيق. تمام. بس دي بالنسبه للكلينيكال بيكتشر ان هو بيكون عنده اريتيشن برودكتيف كاف، يعني كحه ما فيش فيها سبيوتر. بعد كده بيرنينج سب استرنال ديسكمفورت، يعني بيكون عنده كده حرقان في منطقه الاسترنم، عنده ديزنيا مهجان، وعنده شست بين، الم في منطقه الصدر، وفيفر درجه حرارته عاليه. ولما بسمع صدره بالسماع بلاقي ويزنج كده، تحس ان صدره بيزيق. تمام. طيب بالنسبه قال لك بقى معلومه هنا مهمه بالنسبه للاكيوت سيمتومز دي، السيمتومز دي بتختفي، قال لك بتختفي بعد 5 ل 10 ايام. طب ليه؟ مين بقى مركز معايا من اول لايف سايكل ويعرفها لوحده؟ انا اقولها لكم. بتختفي لان انا قلت ان هو اللارفا خرجت من الانتستين طلعت لي على اللنج، عملت فيها زي اي اورجان تاني، عملت فيها شويه اعراض وسابتها وراحت لتدمر اورجان تاني، فالاعراض هتختفي. تمام تمام. يبقى الكلينيكال بيكتشر اريتيشن نمبر دكتيف كاف بيرنينج سبستانال ديسكمفورت وديزني وشست بين وفيفر وويزنج، والسيمتومز دي بتختفي بعد من 5 ل 10 ايام. طيب بالنسبه للدياجنوزس، انا دلوقتي بالنسبه اول حاجه المفروض تدياجنوزس ان انا شخص جالي بالكرايتيريا المعينه اللي انا قايلاها دي، ان هو عنده ويزنج سبستانال ديسكمفورت ديزني كده، ده يوديني في سكه ان هو ممكن يكون عنده بارازيتك انفكشن، واللي هو وان انا برده احط في احتمال من ضمن الاحتمالات اللي هو لوفلر سيندروم. طب اتاكد ازاي بقى؟ هتاكد ان انا ماشي في طريق من اتنين، يا اما ان انا اقول له انت تعمل تحليل للسبيوتم، تاخد السبيوتم يعني تروح للمعمل وياخد يعني هيحلل هيعمله هيشوفوا اللارفا بتاعته في السبيوتم، ودي حاجه صعبه. ليه؟ لان انا قلت اصلا هو نمبر برودكتيف كاف يعني مفيش فيها سبيوتم، فصعب ان انا الاقي لارفا في السبيوتم، يعني لو طلع سبيوتم هشوف فيها اللارفا. تمام تمام. طب تاني طريق دي النقطه بقى، تاني نقطه اللي انا كنت متفقه عليها معاكم قبل كده اللي هي ايه؟ الزينوفيليا. مش احنا قلنا ان في واحده من خلايا الدم البيضاء اللي بتزيد اثناء البارازيتيك انفكشن اسمها ايزينوفيلز. تمام. انا بقى دلوقتي هقيلها يعني اعمله تحليل دم واشوف الايزينوفيلز دي هلاقيها عاليه، ده بيستدل منه على وجود بارازيتيك انفكشن. جميل قوي. تمام كده. نراجع بقى مراجعه سريعه. قلنا اول حاجه بالنسبه للوفلر سيندروم، سيندروم ده ديزيز لمجموعه الاعراض، والاعراض دي مالهاش علاقه ببعض، واللوفلر ده اسم العالم اللي اكتشف السيندروم دي وسماها على اسمه، وده يعتبر رياكشن تو لارفا زبس روزالانج از بارت من النيماتود ديفلوبمنتال سايكل في الهيومن. يعني لارفا دخلت، لارفا من واحده من النيماتود دخلت جسمي، فجهاز المناعه عمل ضدها اميون رياكشن، جهاز المناعه عمل ضدها اميون رياكشن. تمام تمام. وبعد كده الكوست اوف اورجانيزم قلنا ان هي نيماتود، مجمعنا في كلمه ثلاثه نيماتود اقوياء بيسالوا يخطفوا اللنج. نسيت اقول لكم السكيما دي، ثلاثة نيماتود بتفكرني ان هي واحده من النيماتود مش حاجه ثانيه، اقوياء سترونجلويد بيسالوا اسك تحس هو ايه اسكارز، بيخطفوا هوك ورم اللي هو الهوك ده يعني خطاف، فايه نعتبرها بيخطفوا اللونج. تمام تمام. يبقى الكوست اورجانيزم عندي اما اسكارز اما هوك ورم اما سترونجلويد، واتكلمنا عن كل واحد منهم شويه. قلنا بالنسبه للاسكارز عندي شخص فلاح نزل الفيسز بتاعته على نبات،
وجي شخص تاني. فالفيسز دي كانت بتحتوي على الايج، الايج دي كانت اماتيور وبعد كده بقت ماتيور، وبعدين بقت بتحتوي على فيرست ستيج لارفا، يعني اللارفا دي اللي هي اليرقه في المراحل الاوليه، وبعد كده كبرت شويه بتحتوي على سكند ستيج لارفا. فبيجي شخص تاني ياخد النبات اللي مش نضيف ده من غير ما يغسله، وياخدها تنزل على الانتستين بتاعته، يحصل لها هاتشنج وتطلع لي لارفا. اللارفا دي تمشي تروح لللنج، تمشي في البلود وتروح لللنج، فتعمل فيها شويه اعراض وتسيبها وتروح للاورجن تاني. تمام، عشان كده الاعراض بتختفي بعد 15 ايام. تمام، بالنسبه للهوكورم قلنا ده شخص صياد نزل الفيسز بتاعته على الشط. فالفيسز دي كانت بتحتوي على الايج، الايج دي كانت حصل لها هاتشنج بعد شويه يعني فقست، طلعت لي رابدي تيفورم لارفا، قلنا سميناها رابدي تيفورم لان هي شبه القمع. وبعد كده كبرت شويه بتحتوي على فلاري فورم لارفا. فلاري فورم لارفا دي عن طريق السكين بنتريشن دخل جسم الانسان ووصلت للبلد، وما دام اي بارازايت موجود في الجسم او اي اورجانيزم موجود في البلد ممكن يوصل لاي مكان بسهوله. تمام، يبقى الانفكتيف ستيج عندي هي الفلاري فورم لارفا، الدياجنوستيك ستيج هي الايج، الموديف انفكشن سكين بنتريشن. بالنسبه للسترونجلويدز قلنا اللايف سايكل بتاعتها معقده شويه من الجزء ده، فاحنا هنمشي في الجزء ده. هي ايه اللي هو اللي يخصني دلوقتي؟ ان هي نزلت لي الرابديتي فورم لارفا مش ايج، ودي موضوع سؤال مهم جدا 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 فان احنا نركز عليه. تمام، دي اول حاجه اللي هو نزلت لي رابديتي فورم لارفا، ليه رابديتي فورم لارفا؟ ورابديتي فورم لارفا كبرت بقت فلاري فورم لارفا، وانت بليس كان بنتريشن دخل جسم الانسان. قلنا الانفكتيف ستيج هي الفلاري فورم لارفا، والدياجنوستيك ستيج هي الرابديتي فورم لارفا. طيب بالنسبه هنا مجمعينهم في الجدول، قلنا الانفكتيف ستيج بتاعه الاسكارز الايج اللي بتحتوي على سكند ستيج لارفا، والهوكورن والسترونج ليد زي بعض اللي هو بلاري فورم لارفا. طيب المود اوف انفكشن بتاع الاسكارز انجيشن اوف ايج بتاع الهوكورن والسترونج لويد اللي هو ايه سكين بنتريشن. تمام، الدياجنوستيك ستيج بتاعه الاسكارز والهوكورن شبه بعض اللي هي الايج، لكن السترونج ليد مميزه عنهم وموضوع سؤال اللي هي رابديتي فورم لارفا. تمام، بعدين قلنا كلينيكال بيكتشر العين ده هيجي لي يشتكي لي من ايه؟ هيجي يشتكي ان هو عنده اريتيشن من برودكتيف كافز برنيك سبسترنال ديسكمفورت وديزنيا وشستبين وفيفر وكمان ويزنج، وقلنا سيمتومز دي بتختفي بعد من 15 ايام. قلنا يعني هيجي لي بيقول لي عندي كحه، الكحه دي ما فيش فيها سبيوتم ما فيش فيها بلغم يعني كحه ناشفه، عندي حرقان في منطقه الاسترنم، عندي ديزنيا اللي هو بينهج، عندي شست بين وجع في منطقه الصدر، عندي وقيس لدرجه حرارته اللي هي عاليه، وقيس وسم صدره بالسماع الاقيه بيزيق. وقلنا السيمتوم دي بتختفي بعد من 15 ايام لان الاورجانيزم بيكون ساب اللنك وراح الاورجان تاني عشان يعمل فيه ديزيز. تمام، وبعد كده طب ادياجنوز ازاي؟ على حسب الكلينيكال بيكتشر المفروض ان هي تكون لي صوره اوليه عن المرض اللي عندي. تاني حاجه ان انا اشوف اللارفا في السبيوتوم، ودي حاجه صعبه لان اصلا مفيش الكحه دي بيكون نمبر دكتف كف. تمام، وتالت طريق اللي هو الايزينوفيل، بلاقي الايزينوفيل عاليه في البلد فبستدل منها على وجود باراسيتيك انفكشن. بالنسبه لتاني موضوع بقى عندنا اسمه تروبيكال بلمونري ايزينوفيليا، نرجع بقى للنقطه اللي احنا كنا مثبتينها من اول محاضره، ان انا اي جسم غريب هيدخل جسمك المفروض ان الجهاز المناعي يعمل تيبت اميون رياكشن. تمام، بس الاختلاف هنا ان انا اللي هيدخل لي النهارده مش لارفا، لا اللي هيدخل لي مايكروفلاريا بتاعه اتنين بارازايت كده مع اللي هو الايه بتاعه الفلاريا اللي انت حطها في موديول الاي بي ال اكيد فاكرينها، يعني اللي هي ايه اول حاجه وشرريا بانكروفتي، وتاني حاجه اسمها بروجيا مالوي. تمام، في اي مرحله؟ في مرحله المايكروفلاريا، يبقى ده عباره عن هايبر سنسيتيفتي ريكشن في مايكروفلاريا اوف وشرريا بانكروفتي بروجيا مالوي تريبد ان لانج ان انديفيدوال فروم ان انديميك اريا. تمام، يبقى ده عباره عن هايبر سنسيتيفتي ريكشن نتيجه دخول بارازايت معين جوه جسمي اللي هو الوشرية بانكروفتي وبروجيا مولاي، بتبقى في مرحلة ايه؟ بتبقى في مرحلة المايكروفلاريا. جميل، طيب بتبقى موجودة فين؟ جيوغرافيكال ديستريبيوشن، تبقى موجودة في جنوب شرق اسيا وفي افريقيا. تمام، طيب بالنسبة للكلينيكال بيكتشر بقى العين هيجي يشتكي لي من ايه؟ هيجي يشتكي من ان هو عنده كحة، هيقول له الكحة دي بتزيد بالليل، عنده يعني برونكال ازمة الكحة دي بتزيد قوي بالليل، وركزوا لي على بالليل دي عشان هنقول عليها سؤال كمان شوية. وهاجي احس بمنطقه الليمف نود، عنده مواد الليمف نود اللي هي انتوا عارفين برضو خطوها في موديول اي بي ال، هلاقيها كبيره منتفخه بسبب الاميون رياكشن اللي حاصل فيها في منطقه، اروح على السبلين الاقيه برضو اللي هو الطحال الاقيه منتفخ بسبب الاميون رياكشن. في بالمونري انفلتريت لان البارازيت هنا عمل انفلتريشن لللنج، اخترق اللنج. تمام،
لما باجي اسم الايزونوفيل بلاقيها عاليه، وباسم برضو الاميونوجلوبولين اي بلاقيه عالي، والانتيفلاريال انتي بودي تتر بلاقيه برضو عالي. معلش يا جماعه، بس انا بجد الظروف كلها ضدي في تسجيل المحاضره دي، مش عارفه في ايه، تمام؟ فمعلش انا بعتذر منكم. النقطه اللي جايه بقى دي هي بقى اللي تفرق الشخص اللي مذاكر، كان مذاكر محاضره اللي هو التروبيكال بلمونري ايزينوفيليا دي، عن الشخص اللي ما كانش مذاكرها. ايه هي بقى النقطه؟ ان انا لما اجي اطلب تحليل من شخص هطلبه منه امتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ هديكوا فرصه تفكروا. اللي قال بالليل ده برافو عليه، ودي بيقوم يجيب لنفسه حاجه حلوه. هو فعلا بالليل. ليه بقى؟ لان انا قلت ان البارازايت ده بيخرج في الدم بالليل بس، فلما اجي اطلب منه تحليل لو طلبته بالنهار مش هيبان اصلا، لان هو مش موجود في البلاد، بس هو عنده بارازايت، عنده الميكروفلاريا بتاعت الجوريا بانكروفتي وبروجيوم الاي دول، لكن هو مش ظاهر دلوقتي في البلاد، فانا هطلبه منه بالليل. تمام كده؟ تمام. بقولنا بالكلينيكال بيكتشر، اول حاجه العيان ده هيجي يشتكي ان هو عنده كحه وعنده ازماتك اتاك، الاتاك دي بتزيد بالليل، عنده بالمونري انفلتريت بسبب الانفلتريشن بتاعت البارازايت ده للدنك، عنده ليمفاديلو بس الليمفود منتفخه، والسبلين هو كمان منتفخ بسبب وجود الميو رياكشن اللي حصل فيهم. ولما اجي اطلب منه تحليل دم الاقي فيه الايزونوفيل عاليه، لما اجي اطلب منه الاميوجلوبين اي ليفل، لما اقيس له الاميوجلوبين اي ليفل هلاقيه عالي برده، والانتي فلر الانتي بودي تتر برده. تمام. ولما بقى النقطه المهمه، النقطه اللي هو برده الموضوع سؤال، ان هو لما البارازايت ده ما بيبقاش موجود غير بالليل، فلما اجي اطلب منه تحليل اطلب منه تحليل بالليل، دي حاجه اسمها اوكولار فلاريزيس. تمام. وبعدين بقى ندخل على التريتمنت. لما اجي اعالج بايه؟ اعالج بانتي فلاريال تريتمنت، ده مش محتاجه يعني، اعالج بانتي فلاريا، هي دي فلاريا اعالجها بانتي فلاريا، سبحان الله. تمام. يلا بقى نشوف كده مراجعه سريعه للتروبيكال بلمونري ايزينوفيليا. اول حاجه قلنا ان ده رياكشن تمام، عباره عن هايبر سنسيتيف رياكشن تو مايكروفلاريا بتاعت لوجيريا بانكروفتي وبروجيوم الاي، بتبقى محبوسه في اللنج في الانديفيدوال. سيبكم من الكلام ده، اهم حاجه اللي هو هايبر سنسيتيف رياكشن تو مايكروفلاريا بتاعت لوجيريا بانكروفتي وبروجيوم الاي، يعني ده جسمي دخل جسمي مايكروفلاريا بتاعت لوجيريا بانكروفتي وبروجيوم الاي، فعملت لي هايبر سنسيتيف رياكشن. تمام بس هو ده المطلوب منكم يعني. وبعد كده جيوغرافيكال ديستريبيوشن تبقى موجوده في جنوب شرق اسيا وافريقيا. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر هيجي يشتكي من ايه؟ عنده كحه وعنده ازمات الاتاك بتزيد بالليل، وعنده بالمونر انفلتريت بسبب يعني ان الباراسايت اخترق اللنج بتاعته، وعنده ليمفادينوباسي الليمفود بتبقى منتفخه بسبب الاميون رياكشن، وكذلك السبلين برضو اللي هو الطحال. ولما اجي اطلب منه ايزينوفيل، بلاقيها تحليل ايزينوفيلز تحليل الدم يعني بما فيهم الايزينوفيلز، بلاقي الليفل بتاعها عالي جدا، والاميونوجلوبين اي ليفل برضو بلاقيه عالي، والانتي فلاري الانتي بودي تتر بيكون عالي. وقلنا كمان ان البارازيت ده بيظهر بالليل بس، فلما اجي اطلب منه تحليل بطلبه بالليل، فدي حاجه اسمها اوكولوفلاريزيس. تمام. بعد كده بتريتمنت بالانتي فلاري تريتمنت، شويه اسئله بقى كده. قالك اول حاجه بالنسبه لوفلر سيندروم، ده عباره عن رياكشن كوست باي ايه؟ اوف نيماتود، هل هي ادلت، هل هي لارفا، هل هي ايج؟ بس كنت بقى تجاوبوا البارازايت اللي بتسبب لي لوفلر سيندروم اسكاريز ولا جورم ولا سترونجوليد ولا كلهم؟ طب المود اوف انفكشن سكين بنتريشن ولا انجكشن اوف ايج ولا انجكشن اوف لارفا؟ المود اوف انفكشن اوف هوك ورم از سكين بنتريشن ولا انجكشن اوف ايج ولا انجكشن اوف لارفا برضو. وبعد كده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعت لوفلر سيندروم، هي بيبقى واحده من الكلينيكال بيكتشر بتاعتها هي برودكتيف كاف ولا نون برودكتيف كاف؟ ايه ده انا جاوبتها، سوري معلش. شوفوا ولا فولس بقى، شوفوها بقى. بعد كده تشوف الكلبلونر ايزينوفيليا كوست باي جوريا بانكروفتي بروجيوم الاي، صح ولا غلط؟ شوفوها بقى مع نفسكم. زي ما قلت لكم بجد يعني والله كل حاجه بتعدي، وحاجات كتير قوي كنا فاكرين ان هي مش هتعدي، وكنا واقفين قدامها وبنقول ازاي ده هتعدي، وسبحان الله بتعدي. فاستعينوا بالله كده، وان شاء الله ربنا معاكم، وان شاء الله نسمعكم كل خير، ويا رب تكون يعني قدرت افيدكم. واسفه على اللي هو بجد، انا بجد حرفيا كل الظروف كانت ضدي في تسجيل المحاضره دي، فلو اسفه لو كان فيها اي ديفكت في حته معينه يعني، واكتبوا لنا بقى فيدباك، وان شاء الله عشان نطور من نفسنا يعني. تمام. ثانك يو.